ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص معربا عن دعم اللجنة الوطنية لهذا القرار واستعدادها التام للتعاون مع النيابة في كل ما يدعم جهودها في إنصاف ومساعدة الضحايا. لفت العبسي إلى أن نيابة الاتجار بالأشخاص تمثل إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين الريادية في مكافحة هذه الجريمة، كما يدلل على مدى ترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص في البنية الأساسية للدولة. أوضح أن إنشاء نيابة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من شأنه أن يسهم في منح جهود التصدي لهذه الجريمة دفعة قانونية صلبة تمكنها من التوسع في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقصي قضاياها بمختلف صورها وأشكالها وفق قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقوانين المرتبطة بها. أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن هذا القرار يثبت مجددا أن مملكة البحرين لن تتوقف عن تطوير إمكاناتها وقدراتها والارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الوطني المحلي أو الإسهام الدولي في التصدي لهذه الجريمة الدولية.